بعتذر منك. ليش؟ لأنه كل اللي صار من تحت راسي. أنت مالك ذنب، لما التقيت برفيف كان عمري 9 سنين، بوقتها كنت برحلة مع أهلي، وبعدين تعلقنا ببعضنا وصرت شوفها كل يوم، وبالمدرسة كنا سوا. بابا دايما كان يقول ابني بده يصير دكتور شاطر ويخنقني بالأحلام تبعه، كنت روح واتنفس عنده. كانت تريحني لدرجة كبيرة، كنت انسى من شو انا متوتر. حتى مرة من المرات كنت مجهز كل شي كرمال اترك البيت، كنت ولد بس معي مصاري، حضرت شنتايتي وغراضي، كنت أخذ قراري وبدي روح. هي منعتني بوقتها. شو قالت لك؟ ما تمشي؟ ما فيني بعد عنك؟ بوقتها ما حكت شي، أخذتها وأكلنا همبرجر بالمصاري اللي مخبيهم، ومن هنيك على محل البوظة. يمكن رفيف يومها ما حكت أي شي، بس لما قلت لها أني رح أمشي عيونها ما وقفت بكي. ما كان عندي القوة لحتى أتركها عم تبكي وأمشي، ولا هيك اشتريت لها بوصة. قطعت وعد على حالي وقلت لك كل عمري وحياتي رح أهتم فيكي، المهم ما أشوفك عم تبكي.